ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة خلال عطلة نهاية الأسبوع. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. النهار اليوم استمرت الأجواء الباردة في عموم مناطق المملكة، لكن الأجواء كانت مستقرة وصافية بالمجمل. خلال عطلة نهاية الأسبوع يتوقع أن ترتفع قليلا درجات الحرارة مع بقاء الأجواء مستقرة في غالبية المناطق باستثناء المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى، والتي ستشهد عبورا لكميات من الغيوم التي ستعمل على هطول بعض زخات من الأمطار. أيضا درجات الحرارة ليلا ستشهد انخفاضات واضحة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى بداية الأسبوع. يوم الخميس تبقى بقايا تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة التي تأثرنا بها خلال الأيام القليلة الماضية. تستمر درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، بالتزامن مع سيطرة لمرتفع جوي يعمل على بقاء الأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة ليوم الخميس. لكن يوم الجمعة بالرغم من تراجع تأثيرات أو تراجع إضافي في تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، لكن ستبقى الأجواء قارصة البرودة في عموم المناطق، درجات الحرارة أقل من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام، وأيضا تتحرك كميات من الغيوم نحو المنطقة الشمالية خلال ساعات ما بعد ظهيرة يوم الجمعة، والتي تستعمل على طول بعض زخات من الأمطار. خلال ساعات ليل الجمعة على السبت ستنخفض أيضا درجات الحرارة، ويتوقع أن يتشكل الصقيع في بعض المناطق خاصة في المناطق الجنوبية، البادية الجنوبية تحديدا، وأيضا المرتفعات العالية من جبال الشرا. يوم السبت بإذن الله تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، أيضا يستمر تدفق كميات من الغيوم المنخفضة نحو المنطقة الشمالية والتي ستعمل على هطول زخات من الأمطار، في حين يستمر الطقس مستقر في باقي مناطق المملكة. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة لكن قارصة البرودة 4 درجات مئوية، كحرارة مقاسة المحسوسة 4 درجات مئوية، أيضا الرطوبة مرتفعة والرياح تهب شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة 11 درجة مئوية، كحرارة عظمى أما الصغرى 7 درجات مئوية، يوم السبت 12 إلى 5، ويوم الأحد 11 إلى 7 درجات مئوية مع فرصة لبعض زخات من الأمطار خلال ساعات ليل الأحد على الاثنين. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الجمعة، نبدأها شمالا حيث تتدفق كميات من الغيوم المنخفضة والتي تستعمل على طول بعض زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية خاصة مع ساعات ما بعد الظهيرة، إربد 13 إلى 10، عجلون 12 إلى 8، جرش 3 إلى 9، والمفرق 13 إلى 7 درجات مئوية، وبالتالي الرحلة تستمر غير مناسبة خلال عطلة نهاية الأسبوع. المنطقة الوسطى تتفرق بعض الغيوم المنخفضة، الزرقاء 13 إلى 8، عمان 11 إلى 7، نفس الأجواء والحرارة في البلقاء، مادبة 13 إلى 6، والبحر الميت 20 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 13 إلى 7، طفيل 11 إلى 6، الشابك 9 إلى 3، معان 17 إلى 7، والعقبة 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 17 إلى 6، الصفاوي 16 إلى 5، ونفس الأجواء والحرارات متوقعة في أرويشد. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهاية أسبوع سعيدة نتمنى للجميع، وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.